بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب من أجاز طلاق الثلاث. قال: باب من أجاز طلاق الثلاث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال البخاري: باب من أجاز طلاق الثلاث. باب من أجاز طلاق الثلاث. هذا ابتداء فيه مسائل كثيرة في الحقيقة. أشهر هذه المسائل أن البخاري رحمه الله تعالى يشير من خلال هذا التبويب إلى مسألة عليها خلاف بين العلماء، وهي جواز أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد، في مجلس واحد، كأن يقول لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا. فهل يجوز ذلك؟ ثم هل يقع الطلاق ثلاثا أم يقع واحدة؟ هذه مسائل تكلم فيها العلماء ولهم فيها أقوال واختلافات، وكل يستدل بما يقوي به حجته. والبخاري رحمه الله تعالى هنا أورد هذا الحديث، وهو حديث امرأة رفاعة، الذي فيه أن رفاعة طلق امرأته وبت طلاقها، وبت طلاقها. والبت هو الإنهاء، يعني أنهى علاقته بها وأنهى مرات الطلاق، أنهى مرات الطلاق، فصارت بائنا وصارت مبتوتة، وهذا اصطلاح أيضا في كلام الفقهاء مأخوذ من لفظ امرأة رفاعة أيضا، قالت: بت طلاقي، فصارت مبتوتة، يعني صارت مطلقة طلاقا لا يحل لزوجها أن يراجعها معها. فهذا الحديث في ظاهره كأنه قال لها: أنت طالق ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فهذا الحديث في الحقيقة في ظاهره كذلك، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى وقوع الطلاق ثلاثا بقول الرجل لامرأته على نحو ما ذكرنا، فيقع الطلاق ثلاثا عنده. والبعض الآخر يرى أن هذا الطلاق يقع واحدا، أن هذا الطلاق يقع واحد، سواء من قال
أنت طالق ثلاثا، أو من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكنه في مجلس واحد باتصال لللفظ، يعني ألفاظه متصلة، مما يشير إلى أنه يريد بذلك تأكيد تطليقه لها، تأكيد تطليقه لها. لكن في الحقيقة الخلاف شديد وقوي جدا عند هذه المسألة، لو كان الزوج يقصد منها إيقاع الطلاق ثلاثا. هنا الخلاف في الحقيقة شديد، يعني صورة هذه المسألة لها ثلاث صور هم عنه. صورة أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، صورة أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وفي المرتين أو في الصورتين يقصد به مرة واحدة، أو التأكيد الذي قال لها أنت طالق ثلاثا يقصد به أن طالق مرة واحدة، ولكن هو يريد غيظا ونحو ذلك أن يظهر لها أنه لا يريد أن تكون معه أبدا في الحياة، أو أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ويكررها ولو أكثر من ثلاثا، يريد بذلك التأكيد على تطليقها. لكن المشكلة في الصورة الثالثة، وهي لو قال لها أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ينوي بها إيقاع الطلاق ثلاث مرات. هذه في الحقيقة مسألة صعبة جدا، والأحوط أن الطلاق يقع بها ثلاثا، أن الطلاق يقع بها ثلاثا إذا قصد معها إيقاع الطلاق ثلاث مرات. وبعض العلماء يقولون لا، بل هي مرة أيضا، بل هي مرة أيضا. تقولون يعني أنا أذكر الخلاف ونحو ذلك، لأن المسائل بتاعة الطلاق من المسائل التي لا بد من ذكر فيها تفاصيل كلام العلماء. وبعض العلماء قالوا لا، هي في كل الأحوال حتى ولو انتوى تقع واحد. لماذا؟ لأنه لما قال أنت طالق حتى لو قصد الثلاث، هذا لا يحل له أصلا، هذا لا يحل له أصلا، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فأمر الله عز وجل بإيقاع الطلاق مرة بعد مرة، وفي كل مرة هناك أحكام لها عدة ورجعة ونحو ذلك. فهذا الذي قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا يقع هذا منه ثلاثا، لأنه طلق في غير محل، طلق في غير محل. يعني هذه المرأة لما طلقها، طيب ماشي، طلقة أولى رجعية، لكي يطلقها مرة أخرى لابد من مراجعتها، من مراجعتها ثم يطلق. يعني كأن الصورة تكون لو قال، لو إنسان أراد أن يقول لها الطلاق في الجلسة اللي وعد فيه، فيقول لها أنت طالق أرجعتك أنت طالق أرجعتك أنت طالق، هنا بلا خلاف يقع الطلاق ثلاثا، لأنه طلقها وردها وطلقها وردها ثم طلقها الثالث. ولذا فطائفة من أهل العلم يقولون أنه لو قالها ثلاثا فإنه لا يكون بها إلا الطلاق واحد. طيب خلاصة لما ذكرناه، الصورة الأولى اللي هي لو قال ثلاثا في لفظة واحدة، يعني قال أنت طالق ثلاثا، هذه لفظة واحدة، الأظهر أنها طلقة واحدة على ما ذكرناه من تفصيل في مسألة تطليق في غير محل. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
لا ينوي بها ثلاثا إنما ينوي بها التأكيد، هذه طلقة واحدة، هذه طلقة واحدة. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا ينوي إيقاع الثلاث، هذه التي فيها النزاع الشديد في الحقيقة. فمن العلماء من قال كما ذكرنا أنه يقع الطلاق ثلاثا وتبت عند ذلك، ومن العلماء من قال لا بل هي واحدة لأنه طلق في غير محل، طلق في غير محل. البخاري ظاهر استدلاله في الحقيقة، ظاهر استدلال البخاري لو قال لها أنت طالق ثم قال أرجعتك، هنا بقيت إيش؟ زوجه تاني. ثم قال أنت طالق ثم قال أرجعتك ثم قال أنت طالق، وقع الفراق ثلاثا بلا خلاف، لأنه خلاص ما فيش خلاف في دي، دي ما فيهاش خلاف، دي رجعها، هو واحد بيطلق ويرجع ويطلق ويرجع، فهو استنفذ المرتين هم ثم الثالثة قال أنت طالق، انتهى الأمر. لكن الخلاف الشديد كما أقول لكم فيما لو قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق 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 ينوي بها إيقاع الثلاث، ما فيهاش حكاية أرجعتك، ينوي بها إيقاع الثلاث، هي دي اللي فيها الخلاف الشديد. ويعني طائفة من أهل العلم كما ذكرنا تذهب إلى وقوع الطلاق ثلاثا، وطائفة أخرى تذهب إلى أن الطلاق مرة واحدة على ما ذكرنا. ظاهر كلام البخاري أو تبويب البخاري رحمه الله تعالى أنه يميل إلى قول من يقول أن الطلاق يقع ثلاثا، يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا، وهذا ربما يؤخذ من إراده لهذا الحديث على الخصوص، إراده لهذا الحديث على الخصوص. قال عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، إني نكحت بعده وبعدين بت طلاقي ونكحت بعده، يعني معناه الطلاق وقع إيش؟ ثلاثا، وقع ثلاثا. لكن عند غير البخاري، انتبهوا، عند غير البخاري هناك رواية للحديث قالت فيها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن رفاعة القرظي طلقني آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات. بل البخاري ذكر هذه الرواية في كتاب الأدب، في كتاب الأدب المفرد. تعرفون أن كتاب الأدب ما اشترطش فيه البخاري نفس الشروط فيه الصحيح. فقالت إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات، فظاهر الكلام ده ماذا؟ أنه طلقها مرة بعد مرة وليس كلهم مرة واحد. ولذلك الذي يقول بأن الطلاق في اللفظة الواحدة في مجلس واحد لا يقع رد هذا الحديث وقال لا، بت طلاقي يعني تقصد أنه قال طلقة وبعدها بمدة كان في طلقة أخرى وبعدها بمدة كان في طلقة ثالثة. نعم. قالت فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، يعني المرأة رضي الله عنها طلقها زوجها رفاعة ثلاثا، وهي كانت تحب رفاعة ورفاعة كذلك كان يحبها وأراد أن يرجع إليها وترجع إليه، لكن طلقها ثلاثا. فالمرأة ماذا فعلت؟
تزوجت من رجل آخر بقصد تحليل نفسها لرفاعة، فتزوجت من عبد الرحمن ابن الزبير، وبعدين تاني يوم ولا حاجة راحت يعني عاملة معاه مشكلة، وتظاهرت انه في خلاف بينها وبينه، وراحت واخدة بعدها ورايحة على فين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم قاضي المسلمين. فقالت: يا رسول الله، إني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل الهدبة. فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. إنما معه مثل الهدبة، هي بتعيب يعني عبد الرحمن بن الزبير، من باب يعني إنه لا يصلح أن يكون زوجا، وإنه يعني لا يعني يصلح للنكاح ومناكحة النساء يعني. وإن معه لمثل الهدبة، الهدبة اللي هي المرأة لما تلبس شال، اللي عارفين احد الشال اللي عندنا، فالشال يبقى له حاجات كده نازلة كده، الشراشيب دي بيقولوا عليها، فبتبقى غالبا يعني صغيرة كده. فهي تريد أن تعيب عبد الرحمن بن الزبير إنه يعني لا يصلح لأمر النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. أنت لعلك عايزة ترجعي الرفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفراسة فهم أن المرأة يعني بتصطنع مشكلة مع اللي هو الزوج الجديد يعني، ولا سيما وأنه في رواية عند غير البخاري هذا الزوج الجديد عبد الرحمن بن الزبير هذا قال: والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم. فيعني حصل نوع من الإيش، والعلماء يقولون فيه جواز ذكر الخصائص عند القاضي إذا كان الأمر لضرورة، إذا كان الأمر للضرورة. عشان كده وظيفة القاضي دي يا أخوانا وظيفة خطيرة جدا جدا، أخطر وظيفة في الدولة بحالها، أخطر من رئيس الدولة نفسه، لأنه القاضي ده مسلط على دماء العباد وأموال العباد وأعراض العباد، هو اللي بيقضي في الناس. فكيف لو كان القاضي فاسق؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. يعني إن كنت تريدين الرجوع إلى رفاعة من باب قول الله عز وجل يعني في من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأنت نكحت زوجا غيره، نعم، لكن لابد من ثبوت النكاح على صورة محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الباب بيتكلم عن الطلاق ثلاث، لكن احنا هنستفيد من الحديث، ولا سيما ان المختصر لم يتعرض لمساله التحليل. وهذه المساله التي تسمى التحليل هي ان اذا طلقت المراه ثلاثا فصارت لا تحل لزوجها، واذا اراد الزوج هذا ان يراجعها مره اخرى لابد ان تتزوج زوجا اخر. وإذا طلقها هذا الزوج أو مات عنها جاز للأول أن يرجع إليها، لكن هذا لا يكون باتفاق، وإلا هذا التحليل لا يثبت. يعني التحليل هذا لا يكون تحليلا، التحليل لا بد أن يكون بطريقة شرعية صحيحة، وهذه الطريقة الشرعية الصحيحة لها قيود. أول هذه القيود: ألا يكون ذلك باتفاق بين الزوج والمحلل، إن الزوج السابق يعني يأتي برجل ويتفق معه أن يتزوجها ثم يطلقها، هذا ليس تحليلا، هذا ليس تحليلا، لا تحل لزوجها بذلك حتى لو تزوجت هذا الزوج وطلقها، حتى لو نكحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني لا يكون ذلك إلا بثبوت جماع. المرأة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم:
انه ده الرجل ده معيوب وما ينفعش وانا عايز اتطلق منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفراسة فهم انها تريد الى الرجوع الى رفاعة، ثم من خلال كلامها او ظاهر كلامها هنا افتقد الامر الى قيد وشرط، وهو ان الرجل لم يطأ المرأة، اللي هو الجديد هذا لم يطأ المرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى، يعني لا يكون رجوع إلى رفاعة حتى بغاية معينة، وهي تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يحدث بينك وبين الجديد نكاح جماع. والنكاح يقصد به في الألفاظ الشرعية إما العقد وإما الوطء، أحيانا إما العقد وإما الوطء. فالمقصود هنا الوطء والعقد الاثنين في التحليل، لازم يحصل الاثنين، عقد زواج وجماع. بمعنى انه من الممكن ان تتزوج المرأة رجلا بعقد نكاح وتاني يوم تطلق، لا هذا ليس تحليلا، لا يحدث به التحليل. لماذا؟ لانه لابد من الوطء. إذن هناك شرطان لرجوع المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا، إن تتزوج غيره بعقد نكاح صحيح ثم يطلق هذا الذي تزوجها، هذه قيد ثاني، ثم يكون هذا الزواج أو هذا النكاح قد حصل فيه جماع بينهما. طب تقول أنت، طب ليش الشرع اشترط مسألة الجماع دي؟ طب ما ممكن عقد نكاح وخلاص، وخصوصا انه كان بيحصل الحاجات دي بين الكبراء والاشراف، والاشراف والكبراء يستنكف ان حد ينكح اللي هو عايز يرجعها، يوم يخليه يعقد عليها بس وخلاص على كده. ولذا فالشرع اوجد ذلك لاجل ماذا؟ لئلا يتلاعب الناس بدين الله سبحانه وتعالى، لئلا يتلاعب الناس بدين الله سبحانه وتعالى. وإلا المرأة كل يوم هتبقى شغلانة بقى تعمل لها عقد والرجل يعمل له عقد وانتهى الأمر. لكن إذا علم الرجل أن المرأة إذا جمعت من غيره ابتداء أمسك في مسألة الإيش؟ التطليق، وكان أحكم. إنما لو هو عارف أنه مجرد عقد نكاح وخلاص يطلق ويجيب واحد يعمل ورقة ورقة تانية طلق وخلاص انتهى الموضوع. لكن إذا علم أن هذا الشخص، أن هذه المرأة إذا طلقها ثلاثا شرط أن تعود إليه أنه تجامع من رجل آخر، هذا سيجعله يعمل إيه؟ يحفظ ويحافظ على العلاقة الزوجية. ثم هذا أيضا سد للطريق على زواج المتعة بصورة أو أخرى، زواج المتعة بصورة أو أخرى، ولذا اشترط الشرع ذلك. ونزيد هنا كذلك فائدة في باب يعني زواج التحليل، أنه إذا كان باتفاق بين الزوج والزوج الجديد فهذا باطل، لا يقع به التحليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن كان الحديث بضعف طائفة من أهل العلم، قال هو التيس المستعار، قال هو التيس المستعار. تيس المستعار يعني واحد عنده عنزة ويريد أن تحمل هذه العنز، يوم يأتي لا بيش بتيس عند جاره، يوم التيس يطأ للعنز. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بالتيس الإيش المستعار والعياذ بالله، تقبيحا لفعل هذا الإنسان. لكن هذا الحديث فيه مسألة، وهي جواز كون ذلك بنية من المرأة، جواز كون ذلك بنية من المرأة. يعني لو أن المرأة تزوجت بقصد التحليل يجوز، لكن ليس باتفاق مع هذا الذي
تتزوج، بمعنى إن هي ممكن تنوي ذلك نعم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل هذا الزواج، على رغم أنه عرف أن امرأة رفع فعلت ذلك لبنية إيش؟ الرجوع إلى رفاعة، لكن لا يكون باتفاق مع هذا الزوج الجديد. أنتوا فاهمين المسألة دي؟ لا يكون باتفاق مع هذا، هي ممكن نوية ذلك في داخلها، نوية ذلك، لكن لا تأتي برجل وتقول تزوجني لأجل أن تطلقني غدا ولا بعد غد ولا غيره لأتزوج الآخر، هذا باطل، هذا تحليل فاسد لا يقع به التحليل. ولا كذلك الزوج الأول يأتي برجل يقول تزوجها وطلقها، هذا أيضا فاسد. الصورة الوحيدة هي ماذا؟ إذا انتوت المرأة هي نفسها، لكن لا أحد يعلم من أهلها ولا أحد يعلم من الناس ولا الزوج ولا الزوج الآخر ولا نحو ذلك، هي في نفسها تزوجت بقصد التحليل، هي عايزة ترجع للأول، فتزوجت إنسانا آخر بنية أنها بعد ساعة تعمل مشكلة معاه وتتطلق منه، هذه النية يصح بها التحليل. طب ليه الشرع ترك هذه النية أو ترك هذه المسألة في جهة المرأة؟ لأن هذا أمر يشق على المرأة، ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا، بمعنى أن المرأة تتزوج لمدة يوم أو ساعة أو أسبوع أو نحو ذلك، هذا شيء يشق على النساء، حتى الناس ينظرون إليها نظرة دنية، ولذلك قل من النساء من تفعل ذلك. طب استغفر الله، هل هذا في تقليل من شأن الصحابية رضي الله عنها؟ لا، وإلا ابتداء الصحابية كانت تظن أن مجرد عقد النكاح يحصل به الإيه؟ يحصل بالعقد، يحصل بالآسف، يحصل بالتحليل يعني، كانت تظن ذلك، بدليل أنها رايحة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده إيه؟ ليس له إلا مثل الهدبة، يعني ده ما ينفعش يبقى للزواج يعني، وعليه ففي عقد نكاح حصل خلاص يصح معه التحليل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فلما كان ذلك أقرت المرأة، أقرت يعني ماذا؟ اعترفت أن الرجل وطأها، هي كانت بتكذب عليه رضي الله عنه، قالت ده ما يصلحش يكون رجل. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلتك ويذوق عسيلتك، فهو الرجل رضي الله عنه أيضا اشتد غضبه وقال والله يا رسول الله إن أنفضها نفض الأذيم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فقالت نعم، يعني حصل وطأ، حصل وطأ. فعند ذلك خلعها أو اختلعت يعني من رفع القرضي، وخلعها رفع القرضي، آسف، عبد الرحمن ابن الزبير. نعود إلى الترجمة مرة أخرى، وهي باب من أجاز الطلاق الثلاث. فكما ذكرنا فالمقصود من الترجمة أن البخاري رحمه الله أراد إثارة هذه المسألة، وهي مسألة قول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فهذه المسألة على الخلاف الذي ذكرناه قبل ذلك. قال باب لما تحرم ما أحل الله لك، يعني باب قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. وهذه آية في سورة التحريم نزلت في حادثة هي التي بين أيدينا هنا في الحديث، فأنزل الله عز وجل فيها هذه الآيات، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، كان يحب العسل ويحب الحلوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل جدا للتمتع به أو الاستمتاع بشيء من الدنيا،
يعني في أكله في شربه في نومه في ثوبه كان قليل جدا الأخذ من الدنيا. ولذلك كان هناك بعض الأشياء القليلة جدا يعرفها الصحابة جميعا، هذه الأشياء يحبها النبي صلى الله عليه وسلم أو هي التي يأخذها من الدنيا. قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وبعض الأكل بقى مثلا يعرفوا اللي هو الكتف من الشاه، العسل والحلوى نحو ذلك. شوفوا احنا بقى بنحب دي. وإلا في الحقيقة أنا أقصد من ذلك إشارة إلى يعني الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، تزوج أكثر من امرأة، فهل هذا يعني معناه أنه كان يعني يتمتع أو يأخذ من متاع الدنيا شيئا كثيرا؟ أبدا. وليقول لك 9 وأمته الباقي بياخدوا 4 بس، اشمعنى هو 9 ونحو ذلك. فنقول لك هذه المسألة لها تفاصيل طويلة، طبعا ليس المحل يتسع لذلك، لكن من بين هذه الحكم الكثيرة جدا في زيادة عدد النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، من بين الحكم العظيمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ شيئا من الدنيا، لم يكن يأخذ شيئا من الدنيا، ولذلك إذا أخذ أخذه بالحلال، أخذه بالحلال. تعال أنت كده انظر في شأن عالم الناس في الدنيا، تجد اللي يعني عينيه ما بت يعني نسأل الله العفو والعافية، اللي هم متزوج واحدة وبيعتبر مثلا أن الزواج من أكثر من واحدة ده مصيبة ومش شرع ومش دين، فضلا عن الكفار طبعا اللي هم بيطعنوا في ذلك. انظر إلى الكفار الذين يطعنون في ذلك، وانظر إلى الذين يعتبرون ذلك هو التحضر، بل وصل الغلو عند البعض أنه بيعتبر أن عدم الزواج أحسن، هو أحسن صورة، زي وزير الثقافة السابق مثلا كان يرى أنه عدم الزواج هو ده الصحيح. ولذلك لما سألوه بتبجح قال الزواج امرأة واحد، قال الزواج امرأة واحد، يعني عدم الزواج إيه بقى؟ مفتوح. والعياذ بالله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الدنيا شيئا، ولذلك إذا أخذ أخذ الحلال. ولذلك لو أنت عدت كده بتعبير بسيط تقول إيه اللي بياخده ما ياخدش حاجة، فلذلك لما كان يأخذ يأخذ مجرد التقاء بنسائه هو ذا اللي بيخدم الدنيا، فيش حاجة تاني. إحنا بناكل وبنشرب وبنستمتع وبناخد كل ملذات الدنيا في حياتنا، سائر الناس هكذا. هو لم يكن يأخذ شيئا من الدنيا صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين مات ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم ولم ير النخيل اللي هو اللي يعني الدقيق المنخول، البر المنخول، القمح المنخول اللي هو العيش بتاعنا احنا ده اللي هو من القمح، لا كان اكله صلى الله عليه وسلم من الشعير، من الشعير. ولو كل من البر اللي هو القمح يعني ياكله ايه؟ بالقشر بتاعه. اللي كان ياكل البر اللي هو الناعم اللي هو الدقيق بتاعنا بتاع دلوقتي ده، وطبعا مش بالدرجة برضو الفظيعة جدا من النقاوة هذه، اللي هم الكبراء والأشراف بقى ونحو ذلك. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. كان إذا انصرف من العصر صلى الله عليه وسلم، قالت دخل على نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه بعد العصر يدخل على جميع نسائه، وده في دليل على أن القسم اعتباره الليل وليس الإيش النهار، بدليل أنه في النهار يدخل على كل النساء، إنما في الليل خلاص هو له بيت يبيت فيه ولا يدخل عند الأخرى إلا للضرورة. قالت دخل على نسائه، يعني يجي بعد العصر يمر على سائر البيوت. وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قريبة ملاصقة، يعني كانت بجوار المسجد ملاصقة، كل واحدة لها حجرة لها حجرة لها حجرة رضوان الله عليهن. ولذلك فكان النساء ربما بعضهن يعرفن أنه في الساعة دي في البيت الفلاني، لأن البيوت متقربة، بيطلع من البيت ده يدخل البيت الآخر، بيدخل يطلع من البيت ده يدخل البيت الآخر،
يسلم على نسائه وإلى الأخبار وإلى الأحوال. نعم. قالت فيدنو من إحداهن، وهذا فيه دليل على جواز ما دون الجماع، ما دون الجماع يعني يجوز للرجل الذي له أكثر من زوجة أن يدخل بالنهار عند الأخرى ويباشرها دون الجماع. وإلا قول عائشة فيدنو من إحداهن، الدنو تقصد به الكناية عن مثل التقبيل ونحو ذلك. قالت فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. قالت فغرت، دخل عند حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، يعني ماذا؟ غاب مدة أكثر من المعتاد. قالت فغرت رضي الله عنها. قالت فسألت عن ذلك، إيه السبب يعني الذي جعله يغيب عند حفصة؟ فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. عكة من عسل يعني أشبه ب يعني إناء كذا معين يسمونه العكة، يعني مليء بالعسل. قالت فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. سبب الغياب يعني أنه قعد يأكل العسل التي قدمته له حفصة رضي الله عنه. قالت فقلت يعني عائشة أما والله لنحتالن له. شوف الغيرة تبعث على أن الإنسان ممكن يعني يرتكب مخالفا، وإن كان هذا كان في وقت من الأوقات، لكن بعدما نزلت الآيات بعد ذلك في سورة التحريم انتهين رضي الله عنهن، خلاص بقاش في هذه الصورة التي ستسمعها. قالت أما والله لنحتالن له، يعني نعمل حيلة نخليه ما يخدشش يقعد عند حفصة ويطول في الجلسان. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. انظر إلى هذه الحيلة وهذه المكيدة التي تقودها عائشة رضي الله عنها. عائشة قالت لسودة بنت زمعة وقالت لصفية بنت حيي إذا دخل عليكم النبي صلى الله عليه وسلم فدنا منكن، وكلمة فدنا فيها إشارة إلى أنه ممكن يقبلها، وإلا هي لما أما تقول له ما هذه الرائحة التي أجد في فمك، هذه المسألة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن ينبعث منه أي ريح، يتأذى منه أي إنسان، لأنه يناجي من لا نناجي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل البصل ولا الكراث ولا الثوم ولا لا يأكل هذه الأشياء أصلا، لأنها محرمة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة كادت له مكيدة قريبة في المعنى هذا، وهي إذا دخل عليك قولي له ما هذه الرائحة التي تنبعث من فمك. قالت إنه سيدنو منك، وانتبهوا إلى يعني لطيفة كده بيذكرها العلماء، سودة بنت زمعة رضي الله عنها بالنسبة لعائشة في السن المقارنة بينهم إيش؟ ما فيش مقارنة. سودة بنت زمعة دي إيش؟ امرأة مسنة، أكبر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنا هي سودة رضي الله عنها، بل هي في هذا الوقت تحديدا ربما تكون في الوقت الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف يعني يبيت عنده، لأن سودة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تركت يومها لعائشة لما كبرت وطعنت في السن وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج غيرها، فقالت ابقني واجعل يومي لي عائشة. فسودة كبيرة في السن، وكبيرة في السن وقرشية، انتوا عارفين أنا برضو بأشير من خلال القرشية إلى ماذا؟ المرأة القرشية دي قوية الشخصية، يعني مش أي حد يعمل إيه يسيرها يوديها كده ويجيبها كده، لا، القرشية دي حاجة يعني شديدة غير المرأة الأنصارية.
الأنصارية ضعيفة لينة، فلذلك القرشية وإن كانت الأنصارية شديدة على ربما الزوج في الكلام، لكن غير القرشية، القرشية شديدة جدا في تحمل الأمور ونحو ذلك. الغرض المقصود أنا أريد أن أشير لك إشارة من خلالها أبين لك مسألة نرد بها على الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى، خصوصا مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما سودة عائشة الصغيرة اللي هي في الوقت ده ممكن تكون ما تجاوزتش 15 سنة ولا حاجة، تقول لسودة اللي عندها ما يقرب من 60 ربما، تقول لها إذا دخل عليك يقول كذا وكذا، وتجيب صفية بنت حيي بن أخطب بنت ملك اليهود، يعني كانت في أهلها ملكة، وتقول لها إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي كذا، الاثنين يعملوا إيه؟ يقول لها نعم حاضر. هذا فيه إشارة إلى عظيم مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاثنتين يخاف أن يرد لعائشة رأيا، يوم تغضب عائشة، يوم ده سبب أن هو النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، يوم يغضب عليهم. انظر هم متهيئ يعني يظنن أن لما يزعلوا عائشة أو يغضبوا عائشة يوم ده هيأثر على علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يطيعوا عائشة لما تقول لهم لو دخل عليكم قولوا كذا. نعم. قالت إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير. مغافير، المغافير دي عبارة عن إيش؟ هناك شجر اسمه شجر المغافير، ينشأ منه سمغ، هذا السمغ حلو الطعم لكنه كريه الرائحة. المصريين ربما الإخوة العاج مش يعرفوها، المصريين عارفين زمان شجر الجميز، هي حاجة شبه شجر الجميز كده. شجر الجميز ده لو تفتكروا بيطلع حاجة كده زي السمغ عليه على الشجر، فهي في شجر اسمه المغافير. فكأن عائشة رضي الله عنها عايزة تقول له ان حفصة جعلتك تأكل ايش؟ مغافير، والمغافير دي ريحتها بتبقى وحشة حتى لو كان طعمها كويس، وهذا شيء يعني يضرك فلا تأكل ذلك بعد ذلك عند حفصة. فقالت فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل. قالت فقولي له جرست نحله العرفط، جرست يعني رعت نحله العرفط اللي هو الشجر ده، يعني هذا النحل الذي كان منه هذا العسل رعى أين رعى؟ أين كان يرعى؟ في شجر العرفط هذا. نعم. قالت وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت سودة جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. شوفوا قوة عائشة، يعني انظروا قوة يعني عائشة على النساء بالحرف، يعني بيكرروا ما أمرتهم به عائشة بالحرف. قالت فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي، لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. لما راح عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند زي حفصة رضي الله عنها، فقدمت له مرة أخرى الإيش؟ العسل، فقال لا حاجة لي فيه.
في بعض روايات الحديث عند غير البخاري: وحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب أو يأكل العسل عند حفصة، وحرمه على نفسه. حرمه على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على نفسه من باب ماذا؟ إذا كان رائحته هتبقى كريهة، هذا شيء لا يجوز له، فحلف ألا يأكل العسل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا سبب. هناك سبب آخر، وهو ذكروا أيضا غير البخاري أو بعض أهل أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته حفصة رضي الله عنها أن تزور يعني أباها وأمها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أمة، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أمة، قيل هي كانت أم إبراهيم في هذا الوقت اللي هي ماريا. فلما جاءت هذه الأمة فتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفص هذا اليوم، فاستأذنت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت، وكانت حفصة في بيت أبيها. فلما رجعت حفصة ودقت الباب غاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح لها الباب أو دخلت يعني شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى جاريته أم إبراهيم، وده شيء يعني أباحه الله عز وجل له وحل له. فغضبت حفصة واشتد غضبها حتى حلف النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لها ألا يطأ ماريا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. لكن هناك في الحقيقة العلماء يتكلمون في أن الأظهر في نزول الآيات هذه الحادثة، حادثة الإيش؟ العسل، حادثة العسل. قال: باب لما تحرم ما أحل الله لك. طيب البخاري هنا لما أتى بها في باب أو كتاب الطلاق، كتاب الإيش؟ الطلاق. فكتاب الطلاق ما علاقته بهذه الحادثة؟ العلاقة هي أن الآيات نزلت بعد ذلك في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي تظاهرن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، فكانت تهديد لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وذكر الله أوصافا للأزواج وهي موصوفة فيهن رضوان الله عليهن، لكن هذا كان تهديد لهن أن ينتهين عن مثل هذه الأمور وعليه. فلم يكن ذلك فيهم بعد ذلك أبدا رضوان الله عليهن. طيب، قال: باب الخلع. قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قال: باب الخلع، وذكر حديث ابن عباس قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال: باب الخلع. باب الخلع، والخلع في لفظه ظاهر من فصل الشيء عن الشيء، فصل الشيء عن الشيء.
ويراد بالخلع هو أن تخرج المرأة من علاقة الزوجية بطلب منها وليس برضا من الزوج، وليس فيه رضا من الزوج. الزوج لا يريد أن يطلق، ولكن المرأة هي التي تريد أن تطلق، فعند ذلك جعل لها الشرع حقا في أن تتخلص من هذا الزوج. وهذا من عظيم هذه الشريعة العظيمة الغراء، شريعة الإسلام، أن فيها هذا الحكم وهو الخلع. إذا المرأة كرهت البقاء مع الزوج فلها أن تخرج من هذه الحياة الزوجية، بخلاف ما عليه أو ما يدعيه الرهبان والقساوسة عن دين المسيح عليه السلام، وهو ألا تخرج المرأة أبدا من هذه العلاقة الزوجية، بل ولا تطليق أصلا للرجل، يعني لا المرأة تختلع ولا الرجل أصلا يطلق، والعياذ بالله سجن، يعني الواحد فيهم يتجوز المرأة والعياذ بالله خلاص دي تأبيدة على طول، لغاية ما ربنا ياخده بقى من وشها، أو هي العكس إن هي تتزوج واحد وممكن تكون كارهة له. ولذا والعياذ بالله هذا مخالفة للفطرة ابتداء، فضلا عن الشرع، للفطرة، الفطرة فطرة الإنسان أصلا، هذه مخالفة لها، إنك ابتداء تجعله والعياذ بالله يعيش حياة الإرغام والعياذ بالله والامتناع عما يشتهي بالحلال وتجبره على الحرام. ولذلك كثير من هذه البيوت عندهم والعياذ بالله من داخلها فاسدة، من داخلها فاسدة. ليه؟ لأنه ممكن الرجل يكون كاره للمرأة جدا وتبقى معه، يوم يزني والعياذ بالله، أو يعلقها، يعني خلاص تبقى زي الحاجة كده محطوطة في البيت، أو العكس ونحو ذلك. لكن في الإسلام جعلت هذه أو جعل هذا الحكم العظيم في الشريعة الإسلامية، وهو حكم الخلع. والحقيقة هذه المسألة ذكرتني بي، يعني لما أقروا حكم الخلع أو تشريع الخلع في القانون المصري، في قانون الأحوال الشخصية المصري، فأقروه وهو قانون إسلامي، وللأسف هم لما أقروه ما أقروه حبا في الإسلام، إنما أقروه لأن اسمها سوزان مبارك هي وبعض صحبتها كانوا يجدون في هذه المسألة ويتضررون منها، وهنا قعدوا يبحثوا حتى قال لهم بعض الفقهاء إنه في حاجة في الشرع اسمها الخلع، فجهان على طول اسمها سوزان على طول أصدرت قرار على طول يلا فعلوا الموضوع دوت في القانون الأحوال الشخصية، فكان قانون الخلع اللي احنا كنا محرومين منه صار مفعل في الايه في قانون الأحوال الشخصية. ثم في الحقيقة وأيضا هذا يعني ذكرني بحادثة أيضا يعني في الحقيقة تحزن النفس، يعني إذا كان الإنسان في الحقيقة يعارض لمجرد المعارضة، يعارض لمجرد المعارضة حتى ولو كان من أهل الدين، حتى ولو كان من أهل الدين، فليست المسألة مجرد المعارضة وخلاص، انظر قبل ما تعارض، قبل ما تعارض شوف هل هذا الذي ستعارض عليه حق ولا باطل. ولذلك أذكر أنه لما قانون الخلع شرع في القانون الأحوال الشخصية طلع بعض الدعاء المشاهير، لكن طبعا مش من الدعاء السلفيين في الحقيقة، المشاهير، وفضل يعني شن حملة رهيبة جدا على أنه إزاي تعملوا قانون الخلع، وحتى أنه يقولها بالألفاظ العامية، يقول بعد كده بقى أي واحدة هتختلع يقولوا لابنها يا ابن المخلوعة. فانظر هذا نتيجة في الحقيقة جهل الأحكام الشرعية. ولذلك إذا أهل الباطل أقروا لنا حكما شرعيا نفرح ولا نزعل؟ ده أبو هريرة رضي الله عنه لما جاء الشيطان بآية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب. خلاص هو أنا ولا عارض عارض عشان ده شيطان يبقى ما ينفعش أخدها منه؟ لا هاخدها منه. نعم. شيخ أصلحك
اللي هو ايه الخلع؟ لا ما فيش، لا هي كانت مساله سياسيه خالص يعني. طب ليه كان مرفوض قبل كده؟ لا مرفوض عشان يمنعونا احنا من حكم شرعي، لان قانون الاحوال الشخصيه كان بيتفصل برضه حاجات منه اللي يقدروا يفصلوها. والا انت من الاحوال الشخصيه حكم الزنا من قانون الاحوال الشخصيه، اللي هو حد يدخل يتعلق به حكم في العقوبات اللي اسمه الحد. يعني الزنا في القضاء متعلق به جانبين في القضاء، انه يدخل في الاحوال الشخصيه ويدخل في الايه؟ في العقوبات. فكان طبعا الان انا بكره هتكلم ان شاء الله باذن الله عن يعني القضاء في الاسلام، وهشير المسائل دي ان شاء الله باذن الله. قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى: لا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. هذه الايه هي التي فيها حكم الخلع، وهو ان المراه اذا كرهت زوجها او كرهت يعني ان تعيش معه لاي سبب ورفض هو ان يطلقها، لها ان تختلع. وهو قول الله عز وجل: فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ان المرأة تفتدي نفسها بهذا المال. قال عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين، رضي الله عنه. شوفوا منصفة: ما أعتب عليه خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر، تشير رضي الله عنها إلى أن سوء العشرة الزوجية كفر، وهو الذي يسمى بكفر النعمة. وهي تشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء يوما، ولعلها هي تقصده: إن كن تكفرن العشير. فقلنا: يا رسول الله، وما كفران العشير؟ قال: أن يحسن الرجل إليها الدهر، فإن رأت منه يوما شيئا تكرهه قالت: ما رأيت منه خيرا قط، أو كما قال. فكفران العشير الإساءة إلى الزوج، يعني الإساءة إلى الزوج. فهي رضي الله عنها تقول: وإني أكره، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أنا مش عايز أدخل في سورة الكفر اسما ولا حقيقة، لأنه ده من الكفر، من كفر النعمة، كفر العشير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: إنه ثابت بن قيس رجل دين، رجل على خلق. في بعض الروايات الأخرى وقالت: وكان دميما، وكان دميما، رضي الله عنه، يعني شكله يعني هي لا ترغب، وكان دميما. ففي بعض الروايات الأخرى أنها قالت: لا أطيق أنظر في وجهه، أنا مش مستحملة إن أنا، لكن هو رجل دين، رجل على خلق. فقال: أتردين عليه حديقته؟ في بعض الروايات الأخرى قال: ما أصدقتها؟ قال: حديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليق، خلاص هي لا تريد أن تبقى معك، ردي إليه الصداق وطلقها تطليق. وهنا في مسائل كثيرة جدا. مسألة الأولى وهي التي أشار إليها البخاري: وكيف الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه. هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع طلاق أم فسخ؟ اختلف العلماء، الراجح أن الخلع طلاق، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم. الخلع طلاق، وأما من قال بالفسخ في الحقيقة فقوله عليه يعني مردود عليه. ومن أظهر يعني ذلك لو كان فسخا ما رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصداق، ما رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصداق. يعني بمعنى لو الفسخ يا اخوانا
لو تذكرون في أبواب قبل كده تكلمنا في كتب أخرى، الفسخ ليس للرجل أن يأخذ الإيش الصداق في الفسخ. ليه؟ لأنه الصداق بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها خلاص، لو ده فسخ يبقى خلاص ما ياخدش صداق، بما استحل من فرجها. ولذلك فالخلع طلاق، الخلع طلاق، لكنه طلاق بائن، طلاق بائن، طلاق بائن يعني فيهوش رجعة، ليس فيه رجعة. تطليقة، لأن مش شرع أنك تطلق إيش واحدة، الشرع كده قال الله عز وجل الطلاق مرتان، مرتان يعني إيه؟ مرة بعد مرة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطلق ثلاثا جملة واحدة. وإلا عمر رضي الله عنه في زمانه لما كثر قول الناس أنت طالق ثلاثا، قال يلعبون بكتاب الله والله لا أدرينها عليهم أو لا أمضينها عليهم. يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاث مرة واحدة، فلما كان عهد عمر وكثر ذلك في الناس قال يلعبون بكتاب الله لأمضينها عليهم، يعني اللي هيقول أنت طالق ثلاث هعمل إيه؟ هحكم بأنها ثلاث، إنها ثلاث. عشان كده احنا في البداية قلنا إن الخلاف فيها قوي جدا، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنها واحد، في عهد عمر حكم بالثلاث. طيب هل عمر غير؟ عمر لا يستطيع أن يغير حكما وليس له ذلك، لكن العلماء يقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل. أما عمر قال لأمضينها عليه، أنا همضيها عليه. نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، إذن الخلع طلاق وليس فسخا، هذه أول مسألة. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، للرجل أن يأخذ الصداق الذي أعطى للمرأة. تأتي المسألة الثانية وهي هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطى؟ العلماء اختلفوا في ذلك، في الحقيقة الأظهر الجواز، الأظهر الجواز، يعني يجوز للرجل إذا اختلعت المرأة أن يأخذ أكثر من الصداق، وهذا لقول الله تعالى فيما افتدت به، فيما افتدت به، ففيه إطلاق ومن غير تقييد بالمهر. وإلا فالذين قالوا المهر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة، إشارة إلى المهر نفسه. لكن ورد عن كثير من السلف ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره أن المرأة جاءت تختلع عنده والزوج كان رافضا وظل يشكو لعثمان أنه تكبد من أجل الزواج منها ما تكبد من الخسارة، فقالت أختلع منه دون عقاص شعري. خلاص لو كان هو عايز ياخد كل شيء ياخده، لدرجة أنه لو عايز ياخد الإيه البتاع اللي ربط بيها شعرها، فأقره عثمان على ذلك وعليه. فالعلماء قالوا إذا في حالة الخلع يجوز له أن يطلب فوق الإيش الزياد، لكن أيضا لا يتعنت، يتعنت بمعنى لو إن الرجل جاءت المرأة تطلب الطلاق فقال أنا عايز فوق الصداق، والمرأة ليس عندها القدرة وليس فعلا عندها استطاعة أن تجد ذلك، لا يتعنت في ذلك ويقبل الإيش الصداق. طيب نقف على هذا الباب، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زواج بريرة، إلى المرة القادمة، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.